اليوم تلقاونا مع ضيوفي الحاضرين معنا في البلاتو نادي عمامي وحاتم غولة. السيركولاسيون عملت فينا السيركولاسيون، مرحبا بك يا نادية. مرحبا بك. نجمو نجري ونمشي و... نجمو نتفاديو السيركولاسيون؟ نجمو نجم. حاتم مرحبا بك يا حاتم. حاتم شامبيون دو موند في المشي. المشي وفما سبيسياليتي في المشي معناتها؟ اي احنا بصفة عامة احنا دي بروفيسيونيل نمشيو اسرع ما يمكن، نوصلوا حتى 5 كيلومتر في الساعة. انت تمشي وتقول تجري. اي فوالا. ماش خبيت. فهمت؟ توا احنا ليفينمون باش نعملوها هذه بون يحاولوا يمشيوا مارش، مي المهم ما يجريوش. فهمت؟ المهم ما يجريوش. فوالا. تمشي بزربة. مش كيفي انا اكزاكتومون خاطر سي نوتر ايتاب. مي ديجا هما كيجيو يشاركوا سي ديجا بيان. احنا فيها تكنيك برشا. سورتو 3 فوا تو تاخذ سكاليفي عملنا ماشي في البلاتو راهو يلزمني موا 400 متر باهي بلاتو كبير كوميم تنجم تدور فيه باهي حتى سبيدي سبيسياليز ورينا شويه في الكواليس طرق المشي معناها الخصوصيه على الاقل احنا نعملوا 20 كيلومتر و50 كيلومتر في الهاو الاولمبي ولا في بطوله العالم 20 كيلومتر و50 كيلومتر 20 كيلومتر و50 كيلومتر تمشيهم مشي مشي 100% مشي 100% انت ميرت شنو شامبيون دو موند في 20 كيلومتر في 20 كيلومتر اختصاص وجيت الثالث اكزيكو مع الثاني مي فوالا حايلوا عليك لا حايلوا علي خاطر خرجوا بيسكالي فيه ومن بعد رجعوا دونك خاطر اسبانيول معنا حد في لجنه اولمبيه مو انا نربح مي فوالا الحمد لله ديجا ميدال تونس والفيديو كان الخط شقال معنا ها ما هو تجيب كيف احنا عملنا ساعه و22 ما نجموش يحطوكم زوز مع بعضكم دونك ما حطوناش مع بعضنا والله غالب بون الحمد لله شامبيون دو موند وتجيب الميدانيه الذهبيه المره الجايه ان شاء الله في العاب الاولمبيه نحاول نعمل انت شاركت سنه 2007 2007 شاركت قبل زاد عملت 9 بطولات عالم شاركت في الكاريير نتاعي فهمت و4 اولمبياد فهمت ثم مشاركه قادمه ان شاء الله لازمنا احنا وقت مينيما نعمل وقت باش نتأهلوا فيه للألعاب الأولمبية ان شاء الله بوخوا با في 50 كيلومتر باش نجرب. نادية تحدثت مع حاتم قبلك نعرف ليديز فيرست نورمالمون نحكي معك انت الأولى أما لأنه هو ضيفك في الإيفينمون باش يكون معك في تظاهرة 10,000 خطوة اللي هي باش تصير وقتاش بالضبط؟ اليوم الأحد هذا 11 أكتوبر 2015 نهار الاحد لحديش اكتوبر وين بالضبط؟ في الحي الرياضي الاولمبي نتاع المنزه بالمنزه والانفيتاسيون محلوله للناس الكل؟ الناس الكل الشعب التونسي الكل محلوله بهم الكل تو الموند معناتها الصغار الكبار السينيور الكلهم لازمهم يمشيوا 10,000 خطوه 10,000 خطوه علاش احنا خلينا 10,000 خطوه؟ خاطر اون سي ريفيري توصيه نتاع لورغانيزاسيون مونديال نتاع سونتي اللي تقول لك كي تعمل 10,000 خطوه في النهار الصحه نتاعك تولي ميور كي نحسبوها بالكيلومترات اي جوستومون توا 10,000 خطوه انت والخطوه نتاعك فما عباد الخطوه نتاعهم 60 سنتي فما عباد خطوتهم 65 سنتيمتر انت والخطوه اما احنا كي عملنا المعدل شفنا اللي 10,000 خطوه تنجم تكون 8 كيلومتر على هذا الباركور نتاعنا اللي باش نعملوه يوم الاحد هذا سي ان باركور فيرمي والباركور واحد يساوي 2 كيلومتر دونك باش يعملوا الكل معناتها اللي باش يحضروا في الايفينمون هذا باش يعملوا 4 كات تور فوالا باش يعملوا فوالا باهي حاجه مهمه وكيفاش جاتكم الفكره باش تنظموا التظاهره هذه علاش نظمتوها شنو تنجم تقول بالضبط معناتها علاش توا معناتها علاش توا بالضبط توا احنا التظاهره هذه نظمناها خاطر شفنا اللي عندها لي بيان في على الصحه نتاعنا وثانيا كيف كيف شفنا اللي التظاهره هذه تنجم تمس اللماس كما قلت لك انا معناتها صغار وشفنا زاد كذلك اللي التونسي ما عادش يمشي تو حتى انا راهو اللي انا جو سوي مارشوز معناتها كل صباح نقوم 5:30 تلقاني في الباركور وهني في الباركور داري 5:30 نتاع الصباح نقوم ونعمل المارش نتاعي كل يوم معناتها اون اور دو تون وشفنا كيف كيف معناتها انك نشوف الجينيراسيون نتاع الاولياء نتاعنا وحتى الجينيراسيون نتاع ولدي باش يمشي معناتها من الدار حتى الحانوت اون برون بلو اون مارش بلو معناتها ديما هاي الكهرباء تحت ذمتنا وان سو ديبلاس لو تونيزيان عايش في الكوتيديان نتاعو
il ne bouge plus, عايش في sédentarité. Donc le message اللي احنا on veut faire véhiculer التونسي الكل التونسي الكل سي il faut marcher. هو باش يمشي للعطار يمشي بالكهرباء ولا التونسي تاع اي اي on se déplace tout le temps en voiture. دونك شنو كيفاش لازمنا نبدلوا العقليات ندخلوا شويه ثقافه البسكليت والماء توتافي معناتها نمشيو نرجعوا نمشيو كيما قبل. حاتم عملت غريماس معناتها صعيب شويه. هو ما عندوش كهرباء راهو. انا ما عملتش كهرباء. علاش باغ برانسيب رافض تعمل كهرباء؟ تحب تمشي كهرباء؟ لا 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 انا بالعكس بون احنا الاونيفو مثل لي زاتليت بالعكس احنا نشجعوا ولا نشجعوا المشي وانا كي مش نتخيل نمشي بالكهرباء قبل وثرت حساقيه خاطر باش نعمل مينيموم 20 كيلو باغ جور دونك انا 20 كيلو دو لونترينمون ونزيد نمشي ونرد حساقيه شويه باش نقف في الكومبيتيسيون ديجا فهمت و سي بيان راح تحكي قلت لي نادية الناس الكل تنجم تحضر معناتها باز راهو ثم عائلات راهو تتفرج فينا ويحضروا صغارهم ينجموا يجيبوهم معاهم ينجموا يجيبوهم حتى صغير باش يمشي 8 كيلومتر يغيث باش يقول ماما هزني توتافي فتظاهر هذه بالحق اللي باش يعملوا المارش اخترنا لي زانفون اللي عندهم ما عندهمش اقل من 12 عام ما يحضروش معناتها لازم مينيموم 12 عام وش عملنا في التظاهره هذه بشكل الشعب الكل يبدا فرحان ويجيب صغاره والعائلات نتاعو عملنا دي كيتس اتليتيك مع لي دو فيديراسيون اللي هي الفيديراسيون التونسيان تاع الاتليتيزم والفيديراسيون التونسيان سبور بور توس معناتها فما دي كيتس وين الصغار ينجموا يلعبوا فما دو جو وفما كيف الانيماسيون معناتها ميوزيك وتومبولا يعني كنت تمشي تعمل المارش فما وين تحط صغارك؟ لا معناتها ميساليش معناتها نلقاو حل تخليهم يلعبوا فما جماعة الفيديراسيون معناتها هو فما تومبولا كيف كيف فما دوكم لمبي اللي يتنفخوا وينقزوا فيهم اي باش نجيبوهم كيف كيف معناتها الفيديراسيون باش تجيبها سي غراتوي سي غراتوي سي غير بور تيمون لا يعرف يقول لي من البيل اللي تخلص عليهم لا لا با دي تو على خاطر الصغار يحبوهم برشا يحبوا لمبي في نلقاو لمبي منفوخين يحبوا يمشيوا ينقزوا دونك معناتها اوكازيون باش لي بارون يهزوا صغارهم يقعدوا نهار كامل ويظل ما يقول لهمش نروحوا فوالا باهي حاجه حلوه ثم ماكله ثم ماء تمام ريجيم اما غلا خاطر يذولي تعمل 8 كيلومتر لازم كعبه غلا نقراو حساب جيبوا الغلا معاكم جيبوا كعبه تفاح بي تفاح شكرا لك ها والبنان شكرا لك نادية يعطيكم الصحة باش ثم مشاهير باش يحضروا ثم مشاهير فوالا هذا هو باش نحكيو فيه ثم عباد معروفين اي ثم لي باران تاعنا اللي بيان سور حاتم بقول باش يشارك هو الباران تاعنا وفما ان شاء الله سي محمد قمودي وحبيبه الغريبي اي كينو سوتشيل معناتها من اول نهار معناتها حتى نورمالمون حبيبه الغريبي تحضر معنا غدوه كذا ضيفه اليوم فوالا ما يجريوش يا حاتم ما يجريوش لا مش عامل جوستومون ماشي هكا هو انت هكا سي هيك في البرنامج هذا جوستومون قلنا احنا الانسكريبسيون 7 نتاع الصباح خلي المسي الشعب تقوم بكري شويه ومع تسع دارجين باش يطلع حاتم غولا سور سيل قدام الشعب اللي باش يحضروا في المشي باش يعمل الفيلغاريزاسيون نتاع المارش معناتها لا مارش واللي عنده الريتم باش يعمل مارش رابيد يعني مارش رابيد ايش معناتها لا مارش؟ سي مارشي سي نو با كورير وما خير الجري ولا المشي؟ المشي مع الجري مش الناس الكل الجري اللي عنده الريتم المشي معناتها الناس الكل معناتها حتى من الكبار الناس الكل تنجم تمشي هو الريتم كاردياك يدخل هوني على الاقل النسق ولا القلب نتاعك شنو مستانس ولا انت نسق فما عباد ما تنجمش تجري فهمت الارتيكولاسيون لا مارش اي واحد نجم يكبر خطوته يمشي بالماكس اي ما المارش المشي معناها سريع خاطر كان نقول نمشي نعمل مارش ساعات نشوف لا مش مارش عباد يمشيوا معناها مش يحوسوا مش ماشي يعمل سوت ان ايفور ريتم يحل يعمل ان ايفور كوميم ورينا كيفاش لا مش تكنيك يعني نشوفكم خاطر انتم لي زاتليت تبداو اولا لازم تكون مكبوس لازم يدك هكا سوتنيو فوالا وخطوتك كيفاش تبدا معناها خطوة لازم ديما كونتاكت في السول ساق ساق لوطا وساق الفوق فهمتني ولازم الجنون تاعك ماهوش فليشي لازم مسوق التالي فهمت هذا التكنيك 100% هوب سي نورمال واحنا بون اكيد كي ترانا احنا بالتجربه معناتها تقول يجري مي احنا نمشي بون الناس باش يجيو الشعب الكل باش يحاولوا يقلدوني باش نوريهم انا قبل يقلدوني او موا ميميت شويه فهمت ماهيش سهله يعمل لو ماكس مي يجريوش المهم صحيح يمشي كيما مشي حوس مي
يعمل مارش، يعمل اني فوغ، يعرق شويه سبادري ولابسه انتو ولا سبادري مش صبات ولا سبادري سبادي ولا حاجه خفيفه لباس رياضي خفيف ولا ولا احنا باش نعطيو لهم دي كاسكيت. انا مش فاقه اليوم دي تيشيرت دي كاسكيت دي تيشيرت وحتى لي زاباتور اللي باش يمشيو باش نعطيو لهم بتيت ميداي هكا سامبوليكا. نعطيو لهم سبادري ان شاء الله عم نجي يعني ان شاء الله عم نجي بدري وماكله ان شاء الله عم نجي اللي يربح تونس كامله تمشي بارك المنزه نهار الاحد ثم ايفينمون مزيان برشا 10000 خطوه ليفينمون غراتوي بلاش مجاني ثم برشا العاب للصغيرات ثم ميوزيك ثم جو نخرجوا شويه من الكوتيديان نتاعنا نخرجوا شويه من الروتين اللي عايشين فيها نمشيو نبدلوا جو ثم ديزورغانيزات اللي يعملوا معناتها منظمين البرامج هذوما ديجا يعملوا ديزيفينمون غراتوي للناس دونك انتم تحبوا تتفردوا خاطر نسمع برشا تونسي يقول لك ما ثماش بلايص وين نمشيو والا ما ثماش مناطق نجموا نتفردوا فيها مع صغارنا بون حاجه حلوه بعديك قولوا لنا اسكو عجبكم والا لا بالطبيعه تتواصلوا معنا على الباج نتاعنا اسباس فامي وبالهاشتاج عائلتي